في أيام كتيرة بتبقى مبهجة وجميلة، وتحديداً لما بنبتدي أسبوع بكتير من التحقق، حاجات كتير قوي كنا بنتمناها بتحصل، وأمور كتير بتعود لانضباطها في مجالات كتير. لكن من ضمن المجالات اللي كانت ملفتة والحاجة اللي سهرنا عليها مبارح أو اتفرجنا عليها مبارح بالليل بكتير من الاهتمام، هي قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال اللي أجريت في مصر تحت سفح الهرم. وبالتفاصيل البسيطة كده، كرة اليد في مصر من اللعبات القوية، منتخب كرة اليد في مصر من المنتخبات القوية اللي كل استثمار ولو بسيط في هؤلاء الرجال دايما بيؤتي بثمر ودايما بيجوا بطولات. لكن بعيدا عن فكرة قوة كرة اليد في مصر اللي محتاجين ننتبه ليها، تعالوا ننتبه لشوية تفاصيل بتدل على التعافي. امبارح اليوم كان مبهج بكتير من التفاصيل، رغم انك ما تقدرش تقول انه حاجة واحدة بعينها كانت احلى حاجة امبارح، ما تقدرش تقول ده، لكن الصورة على بعضها مكتملة كانت لطيفة وعظيمة ولائقة. ودي الحاجة اللي دايما بنقول كده، انه ده الحد الادنى المقبول انه يحصل في مصر، من انه يبقى كل الامور لائقة من اول شعار البطولة نفسه اللي كان موفق جدا، التميمة اللي كانت موفقة لائقة على مصر ولائقة على تاريخها، اختيار حورس اللي رمز القوة ورمز العدل، كانت حاجات كلها تفاصيل لطيفة جدا. اختيار المكان اللي بتتم فيه قرعة كاس العالم طبعا، أو قرعة بطولة العالم طبعا، كل التفاصيل دي حاجات تدل على انه الامور بتسير وفق منهجية. احنا كل المرات اللي فاتت او كل النجاحات والاخفاقات اللي فاتت كان دايما بيبقى نقاشنا الجانبي على في حاجة حلوة وفي حاجات باظت، في حاجة موفقة وفي حاجات مش لطيفة. لما بنشوف الصورة مكتملة بحضور رسمي لرموز وشخصيات عامة مصرية، للحكومة المصرية بعدد كبير من الوزراء، رئيس مجلس الوزراء نفسه، اهتمام حقيقي بعودة الرياضة وتعافي حقيقي، مش تعافي بس من وباء عالمي، لكن تعافي لمصر من آفات كتيرة كانت في أوقات نحس إنه هو مين اللي عمل الشعار ده؟ هو مين اللي اختار الحاجة اللي ما كانتش موفقة أبداً دي؟ لكن الحقيقة النهاردة بدون ما نسأل مين، عايزين نقول تحية لكل القائمين على البهجة اللي حصلت امبارح وافتتاح بطولة العالم لكرة اليد. شعار لطيف قوي، لايق على اللعبة ولايق على مصر وفكرة مفتاح الحياة. الربطة اللطيفة البسيطة دي كانت بتقول لنا إنه الأمور بتسير على ما يرام. دي حاجة. وحاجة تانية بقى تقول إنه لا، مصر ليها تاريخ طويل جدا من البطولات، دي تاني مرة أصلا بتقام بطولة العالم لكرة اليد على أرض مصر. المرة الأولى كانت سنة 1999 وكان في 24 منتخب بيشاركوا فيها. السنة دي البطولة أكبر، بتقام للمرة التانية في مصر، عدد أكبر من المنتخبات، حوالي 32 منتخب. ومن المتوقع كمان بحسب مدرب كرة اليد إنه الأداء بتاع الفريق المصري يبقى مبهر ومشجع. الحقيقة احنا عايزين كل الفريق، مش بس فريق كرة اليد، لكن كل الفريق من كل العاملين في التفاصيل نفضل كده. دي حاجة حلوة قوي نبتدي بيها يومنا، وحاجة حلوة أن نتفكر في فكرة المصريين لما يعملوا كفريق يبقوا حلوين بجد.